أن غرفة الصيد البحري المتوسطي عقد اجتماع يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالمقر غرفة بطنجة من أجل تدابير اقتراح وزارة الوزارة لتطبيق مبدأ التنطيق والمسافة المقترحة بالنسبة لسفن الصيد للجور من أجل إبداء الرأي للغرفة. وكانت معظم الآراء مع إقرار مبدأ التنطيق نظرا لأنه يمكن من تسيير معقلا لمناطق الصيد ومن تحسين الإنتاج والمحافظة على الثروة البحرية، كما أنه يتيح إمكانية العمل بين المهنيين من أجل اقتراح حلول واقعية وقابلة للتطبيق. وفي نهاية النقاش اتفق الحاضرون أثناء ذلك الاجتماع المهني أولا التشبث بمبدأ التنظيف ومطالبة بإسراع التنزيل على أرض الواقع. ثانيا اقتراح منطقة واحدة تمتد من سعيدية إلى المحمدية بالنسبة لمهن غرفة المتوسطين. أما ما يخص باقي المناطق الساحل المغربي فإن الجميع اتفق على طرح الأمر للغرفة الأخرى. ثانيا تأجيل البدء في تحديد الأميال ومباشرة الحوار مع الإدارة آخذين بعين الاعتبار خصوصية المنطقة. كما أن المقترح التطبيق هو مطلب ملح من طرف الغرفة منذ زمن بعيد. أما فيما يخص تهيئة مخطط تدوير مصيدة البوراسي في البحر الأبيض المتوسط حفاظا عليه من الانقراض فمنذ مدة طويلة والغرفة قامت بالعديد من الاجتماعات لمناقشة المعايير المقترحة من طرف الهيئة العامة لمصايد سمك البحر الأبيض المتوسط في مشروع مخطط دول إقليمي لتدبير سمك زريقة وردية أي لا دورا روز بوراسي بمصايد المليق جبل طارق خلال سنة 2019. وبعد نقاشات مستفيضة بين الممثلين المهني الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة ونواحيه لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المعايير الجديدة المقترحة تم الاتفاق عليه. تحديد حجم تجاري لسمك زريقة الوردية البوراسي، تحديد فترة الراحة البيولوجية في شهرين ابتداء من 15 يناير إلى 15 مارس من كل سنة، مع تعويض البحارة على غرار البحارة الجارة الإسبانية المتخصصين في صيد السمك زريقة الوردية. لهذا فالغرفة تطالب من الجميع التجنب من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، فالإدارة مطالبة بالقيام بواجبها لحماية الثروة السمكية. وفي الأخير نشكر الغرفة الصيد البحري المتوسطية في شخص رئيسها السيد يوسف بن جلول على القيام بمثل هذه الأنشطة